هلا بالحلوين ابو سيره مسباك. اليوم عندنا لعبه بولي المتنمر شغب في مدارس لندن اللي تسموه لعبه على ما اعتقد انها نزلت 2006. لعبه الطفوله بحاول اني اختمها ان شاء الله، نبدا تختيمها. اللعبه يا شباب اذكرها وانا صغير، دقيت على ابوي كان مسافر في الرياض، دقيت عليه قلت له جيب لي اشرطه سوني 2. وقتها كان عمري 12 سنه او 13 سنه او 11 سنه whatever، بس اني كنت صغير يعني اذكر. جاء ابوي من الرياض قال لي هذا الشريط، اشوف الغلاف لونه ازرق مكتوب بولي شغب في مدارس لندن، اذكر كذا قلت ايش الشريط. ويوم اجي اشغل يا شباب والله ديم ايش اللعبه هذه الحلوه. ف اللي يذكر ايام سنة 2 لعبه بولي ما كانت الاصليه، يعني في اشياء يعني غير تختلف عن الأصلية يا جماعة، تمام؟ حتى وجه بولي يختلف. فاليوم راح إن شاء الله نختم بولي الأصلية، وأبغى أشوف طبعا أنا مركب عليها مدات الجرافيكس وكل شيء. خلونا نبدأ مع اللعبة يا شباب. طبعا العرض هذا يختلف، الصوت مرة مرتفع يا عيال. جيمي please say something. قول جيمي قول شيء. James. طيب. Who are you? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. طبعا أنا صغير ما كنت أفهم يا جماعة، ما كنت أفهم الصراحة. Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. That's enough. I've had it with you, you little brat. You've upset your mother. I've got half a mind. ايش هذا الشاي؟ Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon next year. ايش؟ طيب. فهمت يا عيال، ما انا ما كنت افهم يوم كنت صغير. اوه هذه حصة التشريح ما كانت موجودة في ايام سوني 2. طب اعتقد خلاص كذا. Here we are boy, Bullworth Academy. Have fun Jimmy. I'll think of you from our cruise ship. Whatever. دايم ايش المدرسة هذا اللي تخوف؟ والله حتى الصور هنا تختلف. Welcome to Bullworth. Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? طيب انا فهمت شباب، راح اعلمكم. I can't believe this. You must be the Hopkins boy. Where'd you come from? We've been expecting you. Welcome to Bullworth Academy. I'm sure you'll be very happy here. Very happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins, in his study. Okay. His study is over there, boy, in the main building. Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant. طيب يا اخوان دقيقه ننقص من الصوت. طيب يا شباب انا اللي فهمته الان ان امه تزوجت، حلو، تزوجت من شخص ثاني، تمام؟ هذا ما هو ابو جيمي، وهم الان في شهر العسل، تمام؟ وبيقعدون سنه، تخيل شهر العسل سنه. فشالوا جيمي ودوه المدرسه هذه، وواضح ان جيمي رأي أفلام، فجابوه في المدرسة هذه. طيب يا إخوان ديم والله الجرافيكس هنا يا ليل، هذه برضو حتى في البداية يبغى فلوس. توكل يا أبوي فلوس من هنا يا شباب. خلونا نبدأ المهمة الأولى. والله ديم الجرافيكس يا عيال هنا مرة أسطوري، والله زمان لعبتها يا شباب. فأذكر اللعبة هذه كنت ألعبها لازم أقعد لحالي في الغرفة، انا فيها اشياء ما هي كويسه يعني. بيت حياه شوي. Hello
بس اللعبة كويسة مرة. Ah, yes. So you must be Hopkins. What? What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct. طبعا المدير هذا عنده معلومات عن جيمي إنه يقول كلامه خايس ومهم إنه رأي أفلام يعني بالعرب. Serial killers and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. طيب شابتر 1. طيب الحين هذه البداية يا اخوان لازم نتعرف على اصدقاء وكذا، تعرفون يعني واحد يخش المدرسة لازم نكون مع اصدقاء. اه يا عيال والله تباقصوا هذولا، ليكون هذولا ينتظروني. وهذا هذا ديم هذا قوي. طيب انا قاعد العب على الكنترولر، قاعد العب على يدة اكس بوكس. ايش في غلط علي؟ والله لا اجلتك والله. اوف ايش في العالم كلها تكرهني يا عيال. طيب بنتجال اكيد ما هم يفكرونها مسكين يعني دلخ، يفكرونها دلخ. طيب ثرو. طيب الحين لازم خلاص اعتقد لازم نجد الحين يا شباب. لا تذكرت يا عيال، لا والله اني نسيت يا عيال، والله الكلام هذا زمان يا شباب. لعبتها ديم وانا صغير مره، بس كان ينكبني اخوي، كان ينكبني اخوي، كان يروح عند امي اخوي، اخوي الكبير يلعب لعبه خايسه فتجي امي تجلدني اذكر. اوه هذا راسل، اذكر اسمه راسل. اوه يبغاني ابدل. ايش في بيصيح جميل؟ لا يا جميل لا تصيح. هذا جاري. Hey, you're the new kid. Yeah, what's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Hey, relax, friend. You're all pent up. Go easy or they put you on medication. They did to me. Boy, nearly sent me insane. That's fascinating. Now if you'll excuse me. I said relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this. لا ما فيها trust, Gary. So it's up to you. You gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Gary, هذا مصيبة يا شباب. We don't have a bar in the dorm, just a soda machine. طيب. You should probably change into your uniform. طيب خلونا نشرب. ونخلص ونروح نبدل ونبدأ المهام يا إخوان. صراحة اختلاف مو 1% عن حقة سوني 2 اللي لعبتها، اختلاف شاسع يا شباب. تقدر تضيف حتى مدات وكذا، لكن انا اللي ضفته مدات خفيفة يعني الجرافيكس. Hey, how you doing? You must be the new kid. 60 فريم. I'm Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. I've been here 5 minutes and already people want me dead. اي والله. طيب خلونا نروح. طيب لازم نلبس ملابس مدرسة ونضغط يمين. This is your school. طيب راح نتعرف الآن على المدرسة نشوف. والله ديم يا أخي جو العالم ايش فيها علي؟ ايش فيها؟ وش اللي باد بيرسون؟ تعرفني أنت؟ تعرفني؟ ايش هذا؟ كل ما شطفت واحد قال لي. طيب طيب الحين جاري حاب انه يورينا المدرسه. راسل لوكر. طيب طيب word stupid pulverizing good
I don't deserve this, please. لا لا تقول بتعطيه فلوس. لا لا مو الله فاتي يا راسل. Come on, just leave me alone. Scar's face. Say Russell rules. Say it. Next time you give more doofus. ايش هذا؟ هذه المصيبة إذا جيت مدرسة جديدة تشوف عمالقة. طيب هذا اللوكر حق راسل اللي قبل شوي أعطيته فلوس، فنحاول نسرقها يا شباب نشوف ايش عنده. اوه بول وورث كاب. طيب لقينا كاب، لقينا قبوع. طيب في المؤشر لونه أصفر على اليمين، اعتقد اذا تعدى هذا يصير لونه احمر، ولازم اهرب، لازم ازبن يا شباب، لازم. لا 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 وش اللي I don't like you يا حبيب، ترى ما اعرفك، توكل يلا. طيب يلا يلا يا جاري يا اخي. جاري هذا ودي اجلده من بدايتها يعني، لاني اذكر لا تكفى. لا 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 ما There's that weird chick Eunice. Let's have some fun with her. Go. See what she wants. No. Oh my god. Oh my god. Hey there. Oh my god. He took my chocolate. Please get it back. في واحد سرقت الشوكولات حقها. منو اللي زرفها؟ خلينا نروح نجلد نشوف، ولا ناخذها من عنده. طيب اوه هذا هو. طيب جريت. طيب بما انك سرقتها، بما انك سرقتها لازم نجلك. طيب خلينا نروح نعطي البنت. ايش سويت يا اخي؟ والله ان جيمي كويس بس العالم ما ادري ايش فيها. ليش remember this forever؟ ليش؟ طيب وين قهري؟ اي هذا هو. طيب اعتقد هذا ايش؟ هذا هنا المقصف او المقصف. Feeding time at the zoo. Okay, here's the. هنا مكان الاكل والفطور عندهم. Over there we got the nerds. طيب هذول النيرز. Of course they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. ليه؟ Their turf is the life. هذول اذكياء اعتقد. طيب. And those are the preps. They're all money and cunts and sending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now over there are the greasers. Greaser. They think they're tough. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys rule the school. Definitely avoid them. هذول رياضيين يا شباب. I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Come on, let's go. You're here to learn, not to goof off. Get to class. Okay. الحين جاء دور الامتحان على ما اظن. طيب خلونا نبدا. طيب طيب الامتحان تبدا من الساعه 9 لين 11:30. والله دائما مدارسهم حلوه يا عيال، كنت اتمنى وانا صغير اني ادرس معهم والله. طيب نبدا الامتحان. What are you doing in here? طبعا انا ماني متعود على يد الاكس بوكس. Follow my instructions precisely as we will be working with volatile chemicals today. Good job. Pay attention. ايش هذا؟ لا والله ماني متعود على يد الاكس بوكس يا عيال. دقيقة. بي 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 اي اكس fascinating اي بي واي X Y
بي Keep up the good work. بي You're almost A done. اكس يلا للاسف ماني متعود على الاكس بوكس طول عمري فوق 15 سنه وانا العب السوني نو سويت طيب ايوه اعطونا ايش الفاير ورك ولا الفاير كراكر ولا ايش طيب هذا اول شيء فتحنا شيء كويس نشوف المهمه اللي بعدها You seem to be making yourself quite comfortable here, my boy. I'm just trying to fit in. By fighting? By making a nuisance of yourself? That is not the Bulworth way, boy. هذا ايش في المدير؟ What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense. المدرسة هذه فيها متنمرين. Spirit. Hijinks. Why, in my day, we felt nothing of castrating the new boys. I want you to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Fine. Can I go now, sir? On your way. طيب جيمي يحاول انه يوقف المتنمرين في المدرسة هذه. What? Shut up. Screw you, new kid. This is what we do to teachers. يا اخي هذول منهم؟ Come here, you little. Yeah, come here. الشلة هذه اللي مع راسل، ايش اسمها؟ اللي يعرفها يا عيال اكتب لي تحت في التعليقات. ما اشوفهم لا في امتحانات ولا هم ايش يبغون؟ اعتقد انهم ايتام والله اظن انهم ايتام طيب الحق الحق اوه هذا بي سواسكي اعتقد اسمه طيب ايش تسوي تشيله وترميه هنا ايوه حبيب الخبره باقي خبره ما شاء الله اللعبه هذه اوكي خلصنا من النهاية اللي بعده يلا يلا سريع ماني هذاك ليش طلع حرب هنا اوكي دن يا عيال شوف شوف السرعة يا عيال خلص انهينا المهمة بول ريسبكت الريسبكت عندي صارت على تحت عشان لازم نلقنهم درس عشان ايش يا عشان نسيطر على المدرسة هذه تمام اوكي اخذنا النبيطة او ما ادري والله ايش تسموها لكن انا اسميها نبيطة اوه ايش هذا ايش هذا ما لحق ان امسكهم كذا والله ما لحق اوكي طيب يعني نتحرش في راسل ايش رايكم نتحرش فيه اه اهرب بصيرم افقع بصيرم يا عيال هذول ايش فيهم كلهم علي كذا طيب خلونا طيب في امتحان لكن خلونا نروح نسيف وبعدين نروح الامتحان طيب يا اخوان حاب اني اوقف هنا ان شاء الله راح استمر في تختيم بولي الاصليه هذه اتمنى ما تنسون دعمكم لي لايك واشتراك كماكم محمد ابو سيرم مع السلامه